معانا دكتور محمد شتات هيكلمنا او هيجاوب على سؤال challenges through definition and treatment of hepatitis B virus immune tolerant phases. Are they still unresolved issues? ثلاث دقايق بقى يا دكتور محمد. طب هو هنتكلم مش معنى الاميون تولرانت، احنا عارفين زي ما احنا عارفين ان الفور فيزز بتاعه الهباتيتس بي فيروس ليه انتيجين بوزيتيف وليه انتيجين نيجاتيف، واحد فيهم كرونيك انفكشن والتاني كرونيك هباتيتس. الاثنين التانيين اللي هم كرونيك هباتيتس معروفين، والكارير ستيج اللي هم اي انتيجين نيجاتيف ده انت بتعمله فول اب، يبقى يبقى ليك الاميون تولرانت فيس اللي هو اي انتيجين بوزيتيف اللي هو فيه الهباتيتس بي دي فيروس دي ان ايه فيري هاي، وفي نفس الوقت ما عندكش اي ايفيدنس بتاعت ايه انفلاميشن للهيباتوسايتس. ولقوا ان احنا ان ده مش كافي ان احنا نقول ان العيان ده ممكن يكون سيف من ان هو يقلب هيباتوسورال كارسينوما او كده، لان لقوا ان القصه دي ليها ريليشن اكتر بزي ما قالت الدكتوره نرمين بالكوفالنتري كلوزد سيركل دي ان ايه، ولقوا ان احنا الطريقه الامثل ان احنا ممكن نحدد بيها الاكتيفيتي دي ان احنا نعمل الهيباتيتس بي سيرف هيباتيتس بي كور ريليتد انتيجين، وده طبعا ديفيكالت. والحاجه الثانيه ان احنا نعمل ليفر هيستولوجي وبرده ده ديفيكالت. فاصبح في دايليما في الموضوع ده. ال انا كنت اقدم الكيس بس كده، يبقى الديفينيشن احنا قلناه. طب العيان ده هل نديله تريتمنت ولا لا؟ احنا عارفين ان احنا عشان نعمل ايراديكيشن للعيان للهيباتيتس بي زي ما قالت ال WHO كانوا بيأملوا ان هم يعملوا الايراديكيشن ده في 2030، بعد كده رجعوا قالوا 2060 وقالوا ان ده ديبندنج على الفاكسين مش هينفع، وديبندنج كمان على ماذر تو فيتس تو تشايلد ترانسميشن، وديبندنج على الناس اللي هي بتاخد انجكت دراجز وكده اهو. فلاقوا ان العيانين اميون تولرانت اوفر 40 عندهم لو هم اقل من 40 سنه والفيب 4 بتاعهم اقل من 1.4، ده ال 5 ييرز وال 10 ييرز ايفيدنس ان هم يحصل لهم كومبليكيشنز قليله. وبالتالي الكيس اللي احنا كنا نقدمها اللي هي الست اللي عندها 33 سنه، هل تو تريت ولا دونت تريت؟ عندنا دايليما علشان الموضوع بقول لكم شائك جدا. عندنا ان الايزل قال يو شود تريت. ليه؟ لان تو بريفنت ريسك اوف اتش سي سي، تو بريفنت هاي ريسك اوف كونتامينيشن، بيكوز شي وونت انذر تشايلد ان هي في التشايلد بيرنج بيريون 33 سنه. وبالتالي الايزل ريكومنديشن سي يس. على النقيض الاسيد قالت نو لان الريسك اوف اتش سي سي اند كومبليكيشنز في السلايدز اللي فاتت ار نوت هاي. الهاف ذيس بيشنتس ريميند ان ذا سيم فيز ديورنج ذا 5 يير فولو اب، نو سيجنيفيكانت بروجريشن ذا فايبروسيس واز اوبزرفد، مايت بي نوت كوست افكتيف، لان انت عشان يمشي على العلاج هيمشي فتره طويله، العلاج اللي هو الموجود حاليا النيكروسايد والنيكروتايدز هيمشي فترة أنت قد لا تعلم هي فترة قد إيه، فهيبقى الكوست بتاعه إيه كبير جدا، وبالتالي الأسيد ريكومنديشنز سي نو. وين هاف تو ستارت تريتمنت؟ حسب الأسيد 2018 تبدأ التريتمنت لما الهيباتيتس إي أنتيجين بوزيتيف 3 ل 6 مانثس بيريود أوف إليفيتد وبرسنتنت إليفيتد، وتاخده تو تايمز القمر ليميتس أوف نورمال. Patients over 40 and who have been infected with hepatitis B at young age. يعني ال period كانت طويلة with moderate or severe inflammation. It is important to notice that the upper limits اختلفت وقلت عن يعني اللي احنا كنا نتوقعه قبل كده. المهم ال patients زي عادة كل المصريين قالت لا أنا مش هاخد التريتمنت، وبالتالي احنا ال easy recommendations قالت ال patients with hepatitis E antigen positive chronic B remain untreated should ideally have ALT determinations at least every 3 months، كل 3 شهور، ونعمل البي سي ار ليها كل 6 ل 12 شهر، واسسمنت للليفر فايبروسيس كل سنه. طبعا احنا هنلاقي تو
الاثنين تو ارمز ويز وزاوت التريتمنت عندنا حسب الاسلت قالوا ان الاي ال تي اقل من 30 لو في الميل و25 في الفيميلز. الاميونو تولرانت فيز ديفايند بان الهباتيتس بي دي ان اي يكون اكتر من مليون والاي ال تي نورمال. هتلاقي في على الارم الثاني الايزل قالت اكتر من 20000 ولذلك هم دول ريكومندد تريتمنت اللي هم قالوا ان هم دول اكتر من 20000. المونيتورنج انترفال في الاسل قالوا 6 شهور في الايزل قالوا 3 شهور. الكونسيدر ليفر بايوبسي سبيشالي لو ازيد من 40 سنه كونسيدر ليفر بايوبسي في الايزل لو كانت سيجنيفيكانت فايبروزيس او لو كانت ازيد من 35 سنه او عندها فاميلي هيستوري. الحقيقه الاباز اللي انا ما ذكرتهاش لان هي خدت مسكه العصايه من النص جابتهم الاثنين بالنص كده وجابت شويه من هنا وشويه من هنا لكن اللي كانت التو ارمز اللي هم كانوا على النقيض لبعض كانت الاسيد والايزل. ثانك يو.